دعم آخر تنكب الحكومة على تنزيله، ويتعلق الأمر بدعم السكن الذي يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، وذلك اعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين، وحرصا من الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم. وقد حرصت الدولة على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث نتدارس في هذا المجلس مرسوما يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج الذي يمتد على 5 سنوات ما بين 2024 و28 إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقات المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني. كما نهدف من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل. وهنا أؤكد أن الحكومة ستحرص على تنزيل هذا الورش الملكي الكبير بكل شفافية ومرونة من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد.